واعتبارا من مطلع شهر ابريل المقبل سيتم تعليق جميع رحلات طيران الخيالة التي تسير رحلاتها بين كل من الرياض وجدة ودبي. ويأتي تعليق الرحلات بناء على قرار اتخذته الإدارة العليا للشركة الوطنية للخدمات الجوية المالكة لطيران الخيالة، حيث تبين للشركة عدم جدوى استمرارية الخدمة نظرا للتكاليف الباهظة التي تتحملها الشركة مقابل تدني الإقبال والطلب في ظل الظروف الاقتصادية الشائدة. والخيالة هي شركة طيران تقتصر على درجة رجال الأعمال فقط. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للوطنية للخدمات الجوية. أهلا وسهلا بك سيد سليمان. هل تعليق شركة الخيالة يعود فقط لتراجع الطلب؟ ولا شك أخت لارا أنه تعليق طيران الخيالة هو قرار اقتصادي بحت نتيجة لتدني العائد المالي من هذا المشروع. لا يخفى عليك وعلى كثير من المشاهدين بأن طيران الخيالة بدأت نشاطها في جولاي عام 2005، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن والشركة تتكبد خسائر في إدارة وتشغيل هذا القطاع. لذا رأت الإدارة التنفيذية بأنه بإيقاف هذا النشاط وتحويل أو التركيز على النشاط الآخر واللي هو الطيران الاقتصادي، طيران الناس، عدا النشاطات الأخرى اللي هو نجة الشرق الأوسط وإدارة المشاريع. طيب ما السبب؟ يعني السبب لا يعود فقط إلى الأزمة المالية حاليا وربما تفضيل طيران ذات تكلفة أقل. الخسائر كما تتحدث هي منذ تأسيس الشركة بال 2005. هو لا شك أنه في بداية المشروع الشركة تحملت تكاليف إنشاء المشروع، ولكن برضو إدارة المشروع ومن ذلك الوقت الشركة تتحمل خسائر، والخسائر طبعا متراكمة، وفي ظل تناقص وتدني الطلب عليها في الفترة الأخيرة طبعا لا شك بأنه فاقم الوضع. هذا لا شك أخت لارا يقودنا إلى نقطة مهمة، أنه يعني أسعار النقل الجوي في المملكة يعني متدنية جدا مقارنة في الدول الأخرى. كذلك لا يخفى حقيقة بأنه الشركة الوطنية للخدمات الجوية استثمرت مبالغ طائلة، يعني تجاوزت 2,500,000 ريال في هذا المشروع، ليس في طيران الخيال وإنما في قطاع النقل الجوي. الشركة بمجملها يعني إذا أخذنا طيران الخيال، إحنا اتخذنا القرار اليوم بالنسبة لإيقافها، ولكن إذا نظرنا إلى برضو الطيران الاقتصادي اللي هو طيران الناس، لا شك إنه إحنا برضو نعاني مشاكل كبيرة وغير وكذلك الشركات الأخرى المماثلة لنا. نحن حقيقة نعاني حقيقة من عدم الدعم، الأجهزة الحكومية المتوفر فيها دعم مشروع استثماري كبير بمثل هذا الحجم. نحن في من جهة حقيقة ندعو أو ندعي بأننا لدينا بيئة استثمارية جذابة ونتكلم، بينما لدينا مشاريع استثمارية محلية في القطاع النقل الجوي كالشركة الوطنية للخدمات النقل، الشركة الوطنية للناس، وكذلك مثيلتها الشركات الأخرى. نحن نطالب بأنه حقيقة المعنية ممثلة أن تنظر حقيقة بعين العدل، وأنه نحظى بمساواة مع الناقل الجوي من ناحية الوقود، من ناحية حقوق النقل، من ناحية الاتفاقيات الثنائية والطيران إلى الدول، من ناحية يعني النظر في عملية إرهاقنا في الطيران إلى وخدمة مناطق نائية، المردود المادي عليها يعني حقيقة متدني جدا. سيد سليمان، ما هي الخسائر المجمعة لشركة الخيالة؟ الخسائر حقيقة كبيرة جدا، وهي تتجاوز 200 مليون. طيب ما هو مصير الآن موظفين بالشركة؟ هل سينضمون إلى الشركة الأم؟ الموظفين يعني قبل المقابلة هذه كان لقاء مع معظم الموظفين. بالنسبة لأطقم الطائرات سنوفر لهم فرص بديلة عن طريق القطاعات الأخرى، سواء في طيران الناس أو في نجة أو في المشاريع التي نديرها الأخرى. بالنسبة للموظفين الآخرين سواء في الخدمات الأرضية،
احنا هنحاول قدر المستطاع ان نحتوي الكثير، ولكن في نهاية المطاف قد لا نستطيع ان نوفر فرص وظيفية لكل هؤلاء. فيؤسفني جدا حقيقة انه هنالك حيكون في يعني في طلب من بعضهم بفترة العمل للأسف الشديد. ماذا عن اصول الشركة ايضا، ما مصيره؟ بالنسبة للطيران الخيالة يوجد لدينا طائرتي إيرباص، الطائرتين سوف يتم في فترة القريبة استخدامها يعني بشكل تشارتر أو إعادتها إلى الشركة، لأن هم طائرتين مستأجرتين فسيتم إعادتهم إلى الشركة التي ونحاول قدر المستطاع أن نعيدها بأسرع وقت ممكن. شكرا لك سليمان الحمدان الرئيس التنفيذي للوطنية للخدمات الجوية، شكرا جزيلا لك. شكرا. فاصل، نواصل بعده غداء عمل.